الأمنية حسب الطابو المحدد بالحدود الآتية والمؤرخ بتاريخ 1291 هجري كما وبتاريخ 1320 وطابو الإيطالي، وأن الحدود هي غربا سيل القطارة، شرقا طريق سير القوافل، جنوبا سيرات تبات، شمالا الفيض وامطاره والسيره الرومانيه الى كوعبات الملح. وعليه نحذر جميع من يدعون امتلاك هذه الارض بدون وجه حق من البيع او الشراء او انشاء اي عقار داخل حدودها الاداريه. كما نفيدكم علما بان هذه الارض ملكيه مقدسه لابناء وورثه شعيب عبد الله النف الحوثي، وهم من يمتلكون حق التصرف بموجب الطابو السالف ذكره. كما نعلن أنه منذ إلقاء هذا البيان بأن أي بيع أو شراء يعتبر مزورا ولا يعتد به، وهو بمثابة اعتداء على ملكية الغير بموجب القانون الليبي الذي يعتبر الأرض ملكية مقدسة. كما نعلن نحن ورثة شعيب حسن عبد الله النف أننا لم نقوم ببيع أو شراء أو الحصول على أي تعويضات، ولم نتنازل عن شبر واحد من هذه الأرض، وأن من قاموا بعقد الصفقات والبيع والشراء وغير ذلك هم غير مخولين بذلك، وإنهم لا يمثلون الورثة الأصليين لهذه الأرض. ورثة شعيب حسن عبد الله النف الحوثي صدر بتاريخ يوم الجمعة 9/10/2020 في منطقة الحوثية في مدينة بنغازي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.